Niger confirmed, one of the debutants also representing the Wafu zone. احنا كنا عارفين يعني قبل التيراج السوق بان يعني اي ناسيون اللي غنتاحوا معها غتكون صعيبه. اهم حاجه نبداو اول مباراه ان شاء الله لو 24 هنايا في بلادنا في الرباط، نبداوها من بون مانيير ان شاء الله افيك اون فيكتوار، اي ابري اون فيرا ماتش بار ماتش ان شاء الله. اكيد هي غادي تكون حافز لان احنا لاعبين في بلادنا والجمهور ديالنا والوليدات غيجوا لبلادهم، ان شاء الله غادي يكون واحد يعني يشجعوهم بطريقه جميله، وتحنا نقدروا نحققوا شي حاجه ان شاء الله مع الاولاد اللي راهم الجيل الجديد اللي راه جاي. بالضبط راه شويه بكير، يعني كاين بعض اللعابه اللي غادي ممكن يكون عندهم اصابه، ممكن ما يكونوش واجدين باش يكونوا دون لا سيليكسيون، يعني خصنا نستناو شويه، ولكن ان شاء الله اي واحد اللي يكون جاهز ويقدر يعطي واحد ان بلوس بور لا سيليكسيون ان شاء الله مرحبا به. القرعه طبعا كويسه الحمد لله، الفرقه تعتبر 8 فرق كويسين في الشك، مجموعه مصر كويسه، لكن احنا برضو ما بنتطلعش للدور الاول او المجموعات، احنا بنتطلع لان احنا ناخد البطوله. مصر حاملت اللقب للبطوله، ده بيحط علينا مجهود اكبر طبعا وتركيز اكتر من اللعيبه ولاعيبه المنتخب وجهاز المنتخب ان احنا نقدر برضو نحقق البطوله ان شاء الله. والله بص المغرب كلها كويسه بكل بلادها، يعني انا يعني احنا جينا عملنا معسكر هنا من شهرين او 3 شهور كان في الرباط، برضو البلد جميله، في مش هتفرق معانا قوي لان في جميع الحالات احنا بره بلدنا يعني، فلكن هنلعب في اي حته مش هتفرق. ان شاء الله ناخد الكاس، يعني ده اكيد حلم ومشروع لكل الفرق ان هي تيجي تاخد الكاس. اللاعبين المنتخب الاول بيجوا في الاولمبياد بس، ما بيجوش في التصفيات. التصفيات اللي هي كاس الامم الافريقيه بتتلعب تحت 23 سنه بس، ما فيش لعيبه كبيره بتيجي مع المنتخبات. ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.